وملكنا وولي عهده جزاهم الله خير، أدوا الواجب ولا قصروا في شيء كلش في جميع ما يلزم طب غير طب. قالها صادقا وحق له ذلك. مستشفى النعرية العام مثال على الإجراءات المشددة للانتصار على جائحة كورونا. تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لجميع مراجعي المستشفى من خلال تفعيل الفرز البصري والمسح للتجمعات السكانية. بنشوف إذا كان عنده ارتفاع في الحرارة، في مشكلة في النفس، في كحة، بتاخذ المريض بوصف الممرضة المسؤولة عن الفحص البصري وبعدين بيدخل غرفة العزل. في ناحية من نواحي المستشفى مركز الكلى والذي يقدم خدماته عبر فترتين، ويراعى في ذلك اتخاذ جميع الاحترازات. والله صار لي تقريبا شهر ونص أغسل هنا، الخدمات الحمد لله كويسة، يقدمون خدمات جليلة، طاقم متكامل الحمد لله، إجراءات سليمة وماخذين احتياطاتهم. حتى عند دخولنا كل يومين كل يومين يسألوننا عندك حرارة، عندك كحة، عندك حاجة. عيادات متعددة وخدمات وقائية وعلاجية يقدمها مستشفى النعرية للمراكز والقرى التابعة للمحافظة. للأخبارية طارق المسعود، النعرية.